عمل الله مع الإنسانية كله كان لخير الإنسانية، وكل ترتيب أنت بتطلبه في غير أوانه الله بيقول لك إن لكل شيء ليه أوان. أحياناً يتمرد الإنسان ويقول ليه ربنا ما يدينيش دلوقتي، هو ليه بيدي فلان وما بيدينيش أنا؟ عاوز أقول لك هو بيدي كل البشر، لأن كل البشر أبناءه. الله ليس عنده تمييز، مش بيميز بين فرد وفرد، لكن كل فرد عارف نفسه كويس وعلى ضوء دوت يقول بس أنا وحش عشان كده ما بيدينيش. لكن ربنا يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. ليس عند الله تمييز أبدا بين إنسان وآخر، لكن صلاح الله للكل، عمل الله للكل. هو صالح ليك، هو صالح للي بره، هو صالح للناس اللي هم بتوع داعش، هو صالح. ليه؟ لأنه بيجذب من كل قبيلة ومن كل لسان. طالما بيجذب من كل قبيلة ومن كل لسان يبقى صالح. أقدر أقول إنه هو مش صالح؟ لا، صالح، صالح للكل. في كل مشاكل حياتك قل لي أتعابك، قل له أيوة يا رب أنت إيه؟ صالح. تعالوا مع بعض في الترنيمة الجاية دي ونقول له يا رب أنت صالح في كل تفاصيل حياتي، أنت صالح. حبه ماله زي
جه علشان شاف مكاني وكان تدبيره صار. ايوه الهي صار، الهي ابي يشهد عن امبارح وكل السنين. ايوه الهي ابي يشهد عن امبارح وكل السنين. ايوه برع جمال وصاحب الجلال، ايوه برع جمال وصاحب الجلال، فخري فيه وعليه وبعلن انه صالح. ايوه الهي صالح، الهي ابي يشهد عنه امبارح وكل السنين. ايوه الهي صالح، الهي ابي يشهد عنه امبارح وكل السنين.